بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. اهتم بالسنة الشريفة كتير من علماء الإسلام على مر الأزمان، وده كان من أول زمن التأسيس اللي هو زمن النبوة الشريف إلى عصرنا الحاضر. يعني الاهتمام بالسنة منذ زمن النبوة، وزي ما اهتم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم بتلقي الحديث الشريف وحفظ الحديث وفهم الحديث، صار على نفس النهج بتاعهم ونفس الطريق بتاعهم التابعون. فحرص التابعون على ملازمة الصحابة الكرام وحفظ المرويات اللي بيرموها عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكمان قام التابعون بتدوين هذه المرويات وسجلت أمهات الكتب. الحقيقة إن علماء التابعين دونوا ثروة كبيرة هائلة من الحديث النبوي الشريف، وكان للتابعين كتب وصحف ومدونات ونسخ شهيرة جدا دونوا فيها هذه الأحاديث التي تلقوها وتعلموها من حفظ الصحابة الكرام، سواء المحفوظ في الصدور أو السطور. وحفظ لينا التاريخ بعض من هذه الصحائف والكتب اللي دونها التابعون عن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. احنا هنعرض بعض من هذه المدونات والصحف عشان نشوف مدى توفيق الله تعالى لعلماء المسلمين في حفظ سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واللي هنكرر ونؤكد انها بدأت هذا الحفظ وتلكم العناية بالسنة النبوية المطهرة بدأت منذ زمن النبوة الشريف زي ما شفنا على مدار الحلقات السابقة. ولدايما بأكد مع حضراتكم أن زمن النبوة الشريف كان زمن التأسيس لمنهج الحفاظ على السنة النبوية المطهرة. يعني كان
النبي عليه الصلاة والسلام بيوجه طريقة منهج النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم كان منهج دقيق جدا، وروحه هي تعميق السنة مش في العقول والصدور فقط وفي نفوس الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، مما ساعد الصحابة على استذكارها وحفظها وسهولة حفظها وفهمها، من حفظها منهم في صدورهم ومن قاموا بكتابها من الكتبة اللي كانوا أيضا موجودين في زمن النبوة الشريف. واستمر الحفاظ على السنة بعد زمن النبوة، وكمان حصلت عملية تطور وازدهار في دائرة علوم الحديث الشريف. وعشان كده هنقف عند بعض، لأن احنا النهاردة بنتكلم عن دور التابعين، الطبقة اللي جت اللي هي قابلت شافت الصحابة. احنا عندنا زمن النبوة الشريف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي فيه أمهات المؤمنين، اللي فيه الصحابة الكرام، في بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام، وفي طبقة جت وجدت من المسلمين شافوا الصحابة وما شافوش حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاللي شافوا الصحابة دول هم الطبقة اللي هي طبقة التابعين، وهؤلاء من اللي دخلوا الإسلام وظلوا على إسلامهم من التابعين اللي التقوا الصحابة الكرام، واللي خدوا تتلمذ طبقة من أهل العلم من التابعين على إيد الصحابة، يعني جيل بيسلم جيل بيسلم جيل زي ما قلنا قبل كده. طيب المدونات دي والكتب دي اللي كتبوها هنقول بعضها على سبيل الاستدلال والرد على المزاعم التي تشكك في حفاظ المسلمين على السنة، واللي أثرها أصلا أهل الاستشراق سبيلا وطريقا للطعن في القرآن الكريم. زي إيه الصحف دي والكتب دي؟ صحيفة مثلا حجر ابن عدي، الصحيفة دي تلقى فيها حجر وروى فيها عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن سيدنا علي بن أبي طالب وغيرهما. ده مثلا المدونة بتاعته في كتاب محمد بن عمرو بن حزم. محمد بن عمرو بن حزم ده ابن عمرو بن حزم الصحابي الجليل، وبيروي فيها عن سيدنا عمر بن الخطاب، وبيروي فيها عن عمرو بن العاص، وبيروي فيها عن والده الصحابي الجليل عمرو بن حزم، واللي هو كان والي نجران من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا صحيفة سعيد بن جبير التابعي، وهو من هو؟ كان يعني فقيه وعالم ومفسر، وبيروي فيها سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما. وبيقال كمان انه يعني جمع تفسير للقرآن بأمر من الخليفة عبد الملك، واحتفظ الخليفة بهذا التفسير في مكتبة القصر بعد موته. طبعا في فترة التابعين كتر الكتبة، وده من التطور الطبيعي لوجود القرآن والسنة النبوية المطهرة بين المسلمين، والحظ فيها على العلم والتعلم. الثمرات ظهرت منذ زمن النبوة وبعد كده زمن التابعين وتابع التابعين وهكذا. في كمان نسخة شهر ابن حوشب، وبيروي فيها عن سيدنا أبي هريرة وعن سيدنا عائشة وعن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وغيرهم. ولما نقول إنه بيروي فلان عن فلان، يعني التابعي اللي بيروي عن الصحابة الكرام اللي أخذ منهم مرويات النبي عليه الصلاة والسلام، دول بيبقوا تلامذة لدول، ومش كل من هب ودب بيروي، دول طلبة علم، يعني أهل الاختصاص، علماء زمانهم، طلاب العلم اللي أخذوا العلم عن الأئمة وحياتهم كلها للعلم، دول بياخدوا عن دول. التابعين بينقلوا عن الصحابة الكرام اللي التقوا بيهم. عندنا كمان كتاب للتابعي خالد ابن معدان الكلاعي، ده تابعي شهير، وهو ده الرجل ده خالد ده أدرك حوالي 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتابه ده بيتضمن مجموعة كبيرة وضخمة من الأحاديث اللي هو جمعها من الصحابة وجعلها في كتاب مجلد. طبعا كانت المرحلة دي مرحلة بدائية في مسألة أدوات الكتابة وكده، لكن شوفوا من شدة حرصه
جعل الأحاديث الكتيرة اللي جمعها من حوالي 70 من الصحابة، اللي التقى بحوالي 70 صحابي، جعلها في كتاب مجلد بلوحين من الخشب ملتحمين، يعني عملها على شكل كتاب معا، واحتفظ فيها من كتر اهتمامه وحرصه على ما فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحيفة كمان ما نقدرش ننسى الحسن البصري، وهذه الصحيفة كانت أيضا فيها من الخير الكثير، إنها كانت في حجم، يعني هو بيوصف في حجم إبهامين وأكثر، إذا ضميت الإبهامين إلى بعض يعني يبقى كتاب قد كده. وكانت له كمان الحسن البصري كتب كتيرة جدا غير الصحيفة الشهيرة بتاعته عند المحدثين، يعني كان في جهد علمي من علماء المسلمين، وبالذات في كمان في زمن التابعين. تجد كمان نسخة عبد الله ابن بريدة الأسلمي، وخدها عن والده الصحابي وغيره من الصحاب، صحيفة عطاء ابن أبي رباح عن عدد من مشاهير الصحابة، صحيفة محمد ابن شهاب الزهري، وعدد من يعني الكتب الأخرى في المغازي والحديث والأنساب، يعني في كتير. احنا بنضرب بس نماذج عشان نعرف تسلسل العلم وتطور علم الحديث اللي ابتدى بزمن التأسيس في زمن على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعلمهم الحديث وبيعلمهم المنهجية اللي يمشوا عليها في التعامل مع الوحي الثاني وهو القرآن الكريم، زي ما علمهم ازاي يتعاملوا مع القرآن الكريم حفظا وفهما وتلاوة، مش تعليم العلم بس، إنما النبي عليه الصلاة والسلام علمهم الوحي القرآن الكريم والوحي الثاني السنة النبوية المطهرة، وأعطاهم المنهج وفهمه المسلمون وصاروا على توجيهات النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. نرجع للإمام الزهري، وهو من أئمة التابعين، وكان الإمام الزهري عنده اهتمام كبير بالتأليف، وكان عنده، أو بسبب نقدر نقول اهتمام الإمام الزهري وتلامذة الإمام الزهري بكتابة الحديث وإملائه، يعني عرفوا باسم أصحاب الكتب، كان عندهم ولع بنار القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فوضعوا مناهج علمية عظيمة. المناهج دي تأسست في عصر وزمن النبوة الشريف. كل الغرب ده استفاد من العقلية دي، عقلية المسلمين، وعقلية المسلمين رسمت فيها مناهج علمية قوية كانت من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ويأتي اليوم من لا يفقه ولا يعلم ويتكلم بغير علم. احنا في الرحلة دي اللي وقفنا في تفسير الموضوع لصور القرآن الكريم، واللي صادف وإن يكذبوك، مقطع باقة الآيات وإن يكذبوك، لأنه ما زال يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل هؤلاء الجهلاء، إنك تنفي سنته أو إنك تدعي إنه لم يكون الاهتمام بها إلا في قرون متأخرة، هذا كلام هراء وعدم تتبع جاد لسير السنة منذ زمن النبوة وجهد الصحابة وجهد التابعين وتابعي التابعين. الله سبحانه وتعالى سخر لسنة حبيبه الكريم النبي الخاتم رجالا يقومون برعايتها وحفظها جيلا بعد جيل، وكيف لا يكون ذلك وهي مما أوحى الله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد قال الرسول الكريم. وكأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه هيجي ناس يقولوا الكلام ده، احنا نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بالسنة، وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. عشان كده بقول لحضراتكم اللي أسس المنهج هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، علم الصحابة كيف يتعاملون مع السنة، وقد أخبرنا بهؤلاء، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أعطي القرآن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك السنة النبوية المطهرة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته. واحد قاعد كده متدلع واكل وشارب هنايم وقاعد على الأريكة بتاعته،
مكان ما بيقعد يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يعني عايز يقول لهم انتوا تؤمنوا بالقرآن بس مالكمش دعوة بالسنة، ده كلامه. وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. صدقت يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. أهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون، مرحبا بالجميع. سريعا نذكر بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة. أرجو شدة الحذر بقى من سائر الصفحات المزيفة، ودايما ننبه على حضراتكم. معانا أستاذ هاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي وتقديري دكتورة لجهودك المبذولة في حلقاتك بتاعة الدفاع عن السنة. الحمد لله، اللهم تقبل. سؤالي حضرتك دلوقتي، منكروا السنة بيفسروا الآية الكريمة في سورة الحشر بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بيسخروا من التفسير اللي هو بي 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 بتاع الأمر الإلهي اللي بيثبت حجية السنة، وبيتمسكوا بالتفسير اللي هو بخصوص القرآن الكريم. يعني ان الآية خاصة بالوحي الأول القرآن الكريم. لا، هما بيحصروها في كده، بيحصروها في اللي هو خصوصية السبب اللي هو توزيع مال الغنائم فقط، وإن ملهاش علاقة بإثبات حجية السنة. فأنا أعتقد بقراءاتي المتواضعة والاستماع للعلماء الثقات زي حضرتك، إن الآية يعني تتجاوز خصوص السبب إلى دلالة عموم اللفظ يعني. فهل أنا على الآية مطلقة؟ إيه اللي بيقيد الآية؟ لابد من دليل لتقييد الآية. الآية مطلقة وهنوضح لحضرتك. حاضر. إن حضرتك عايز تخرج من دائرة تخصيصها بمعنى محدد إلى عموم المعنى، وده مفهوم والسياق يساعد على ذلك بوضوح جدا وببساطة، يعني اللغة كمان معينة على ذلك. أستاذة شيماء. أزاي حضرتك يا دكتورة؟ أهلا بيك يا أستاذة شيماء. أهلا بحضرتك. أنا كنت كلمت حضرتك من فترة على موضوع أن والدي مش أنا من البيت وليا رفع قضية وكده ومش عارفة أخد حاجة، فالحمد لله يعني اتحكم لي 13 شهر وخدتهم. بس الفكرة دلوقتي أن أنا بتكلم على الابتلاء، يعني أنا دلوقتي
انا مش معترضه ان انا اتولدت مريضه، اه يا حبيبتي. بس الفكره ان والدي يعني كهو شخص مسؤول وكأم ما فيش حد مهتم، يعني هو مهتمش بعلاجي ومهتمش بأمري لغاية دلوقتي. ما الحالة اتدهورت، هو كان من 17 سنة كسر لي 3 فقرات في ظهري. هو اللي كسر لك؟ اه كنت بحوش عن اختي، كان بيضرب اختي يعني فبحوش عنها فحدفني انا. فالمهم لا اله حصل الا مع الله. السنين تدهور في القناة العصبية وانزلاق غضروفي وحاجات في الفقرة الجزائية وكده. فالمهم رحت اتعينت تبع 5% في قطاع خاص، فأمنوا على الورق وما أمنوش في الحقيقة. فلغاية ما حالتي اتدهورت رحت قدمت استقالة وقدمت في مكان تاني تبع شيبة العربي، ما ادونيش برضو أي حاجة، ما ادونيش لمدة سنة التأمين الصحي. بس الراجل بصراحة اللي هو صاحب المجموعة ساعدني في حاجات كتير. بس يعني هما انت كانوا السؤال ايه يا شيماء؟ ليه يعني ليه افضل عيانه ومريضه واصلا يعني حالتي عماله تتدهور. يعني انا يوم ما اتعينت حطيت امل ان انا اخيرا هتعالج. حتى لما بروح مثلا بقدم طلب في الدوله وكده الامور بتترفض. فليه يعني انا اعاني كل ده؟ دلوقتي بيجي لي هجوم في بس في العضلات. اماكن يا شيماء تقدري تبعتي، شكرا ليكي، بمنتهى البساطه الشكايه بتاعتك، لانك انت بينطبق انت من ضمن 5% اللي بيعينوا. لو رفعتي الشكايه الى الاماكن المخصوصه لده اظنك ان شاء الله سريعا تكوني في مكان صح ويبقى متامن عليكي. مظبوط يا شيماء. استاذه سميره. ايوه انت يا حضرتك، اهلا وسهلا استاذه سميره. والله انا بحبك اوي، والله بتعلم منك حاجات كتير. الحمد لله، اللهم انفعنا الله بما يخليك، علمتنا يا رب وزدنا الله علما. يخليك، الله اللهم يخليك. امين. والله انا في دوامه ونفسي تشوري عليا يا دكتوره. اتفضلي يا فندم. بنتي اتدينت، يعني جابت تليفون قس وبعته، وبعدين شويه عملت قلب عشان تسد ديون عليها. عماله في الدوامه ديت. انا اشتغلت، انا عندي 60 سنه، يعني فاضل لي سنتين بالظبط واتم ال 60 سنه. نزلت واشتغلت عشان اسد لها، كل ما اخلص حاجه تدخل في حاجه تانية. عايزه اعرف ده بلاء من ربنا ولا دوت يعني اثرت في تربيتها؟ مش عارفه والله يا مش دكتوره، قصرتي، بس احنا بندلع ولادنا، يعني هي مش عارفه لو والله. انها بتعمل خافت. حاجه من ورايا، بتعمل من ورايا، هي تقول لي متجوزه انا مش ولا عارفه. مقيمه مع حضرتك؟ ده لسه معايا، اه معايا لسه بنت ده 26 سنة. حاضر حاضر يا تقول لي ستي. عشان عايزة تسد اللي عليا تروح موقعة نفسها في تليفون هل ودرس وكده. الوالد موجود؟ أخوها موجود؟ موجود وسد ليها حاجات والله، لا وفي حاجات خايفة إن أنا أقول له عليها، يعني ممكن يحصل له حاجة، يعني عليها لا، ديون بس لما حاجات. يبقى كده الحاجة اللي جايباها دي حتى ناخدها، زي ملهاش لازمة تتباع وتتسدد. مش تنزلي حضرتك تبهدلي نفسك عشان هي، مش بقول ان الشغل عيب، بس حضرتك ست قاعدة في البيت ما بتشتغليش، تنزلك مخصوص عشان هي عايزة تجيب محمول يعني وموبايل عشان يقعدوا يضيعوا وقتهم عليه ومققوا عينيهم فيه وعينيهم تبوظ، وندخل بقى ويتعرف على مش عارفة ايه وتدخل في الدوامات التي لا تنتهي. بتجيبوا ليه؟ عندها شغل مثلا؟ أستاذة يسرى. ألو، اتفضلي ازي يا فندم. حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله رب العالمين. حضرتك وحشاني قوي. ربنا ولسه يكرمك. حضرتك شيك جدا ما شاء الله. الله يحفظك، الله الله يحفظك. يخليك. اتفضلي يا آه فندم. انا كان نفسي بأسئلة كتير بس انا مش هطول على لا حضرتك. قولي قولي اللي انت عايزاه. الله يكرمك، الله يسعدك ويخليك. انا آمين أجمعين. حضرتك نفسي في دعاء كده لصلاح الاحوال. انا حياتي على طول، انا عارفه ان حضرتك دايما تقولي ان الحياه دي دار ابتلاء وبسمع حضرتك في حاجات كتير، نعم، بس حياتي على طول متلخبطه كده ومظلومه على طول في شغلي. مظلومه، ظلمت من مرات والدي الله يرحمه، وظلمت من اخواتي، يعني على طول حياتي كده ملخبطه. بقول اذكار كتير وبدعي كتير وبدعي بالدعاء اللي حضرتك بتقوليه، من كنت قبل كل شيء، حاجات كتير يعني. بس برضه واللهم يعني انا نسألك العفو والعافية في الدين طول والدنيا والله والآخرة. العظيم الختام حضرتك ده بقول بس الدعاء لابد ان يكون بحضور قلب وحسن ظن في الله. حاضر، والله بس برضه على طول مظلوم. لازم السؤال نصبر. التاني السؤال التاني طب يا يسرى عشان مش الوقت. عارفه، مظلومه في شغل والله، في حاجه غلط خالص، ده انا ماشيه بما يرضي الله قوي في كل حاجه الحمد في لله، حياتي، يعني معلش وعلى طول شقيانة على خليني نفسي. أتكلم معاكي في كام حاجة ربما يعني معنى منهم يفيد حضرتك. السؤال الثاني يا أستاذة يسرى عشان الوقت. السؤال
سألتني هو عن رؤية الدعاء بتاع رؤية الهلال ده، ينفع أقوله للشهر الميلادي عادي؟ حاضر. وعايزة أقول لحضرتك لما رحت السيدة زينب دعيت لحضرتك وسلمت لك عليها لما كانت رضي الله عنها وأرضاها. على أيوه وسلمت لك على السيدة، سلمت لنا على ستنا زينب وستنا نفيسه رضي الله تعالى أيوة. عنهن وارضاهن. ايوه اصل انا بروح السيده زينب دي سنين ودائما لما تروحي تسلمي لي عليهم. حاضر حاضر. تقرئيهم مني السلام رضي الله عن ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنطلع الفصل وبعد الفصل ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى. اهلا بحضراتكم. الاستاذ هاني بيسال انه منكري السنه بيفسروا الايه الكريمه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فبيقول ان هم مخصصنا في معنى واحد بعينه، وهو بيقول انا من قراءتي ومن فهمي انه المعنى هنا ليه هم بيخصصوا، هو بالضبط بالفطره السليمه اللي عند المؤمن بينتهي الى ما انتهى اليه علماء الأصول في علماء أصول القرآن الكريم، هذا العلم العظيم اللي استقوا القواعد العلمية دي من نصوص القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة، بأنه المقرر في علم الأصول إن في القرآن الكريم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وده منطبق تماما على الآية الكريمة اللي حضرتك تفضلت بالاستشهاد بها يا أخي الفاضل، وما انتهيت إليه منضبط جدا وفق هذه القواعد يا أستاذ هاني. ويؤكد حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤكد توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، والخاصة كمان بعلم الحديث، إنه في علم اسمه علم الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام لما يحذر من أنه الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يلحق أو يتقول أو يقول أنه النبي قال هذا الكلام ولم يقله صلى الله عليه وسلم، ينبه إلى خطورة هذه الفعلة، لأنه هناك علم كبير اسمه الحديث الشريف. الأستاذة شيماء هي بتقول أنا في مجموعة من الابتلاءات الكثيرة، وهي مش عارفة، هي بتحاول إنها تخرج من كل ابتلاء تدخل تاني، بتقول ليه أنا أفضل عيانة وليه أفضل. إحنا مش هنحاكم ربنا يا شيماء، إحنا في نفسنا كده، وما نملك واللي إحنا قاعدين فيه والسماوات والأرض وما فيها كله ملك لله سبحانه وتعالى، وملكه وهو الملك، يفعل فينا وبنا ما يشاء جل جلال الله، والله عدل، حكم عدل جل جلاله. فلسفة الابتلاء هي فلسفة هذه الرحلة اللي احنا بنعيشها في الدنيا، وهكذا الحياة فيها مبنية على القدر وصبر الإنسان المؤمن على هذا القدر ومواجهة الأخطار الكثيرة في رحلته في الحياة الدنيا بثبات وبصبر وبدعاء وبإحسان، كما أمر العبد أن يصنع علي، يعني نقاب أو يقابل ذلك بالأجر العظيم، والصبر ثوابه كبير كبير كبير. طيب أنا يمكن ما باخدش الإجراءات السليمة للتداوي، يمكن محتاجة أسأل شوية، يمكن محتاجة أشوف حد متخصص بطريقة معينة، بجتهد، والنتيجة أنا نوع النتيجة إيدي الله سبحانه وتعالى، يأذن بما يشاء، وكل منطلق من إنه كله بحكمة الله يكون. فالإنسان يصبر ويحتسب عشان ما يضيعش ثواب الصبر بتاعه، وما يقعدش يقول ليه ومش ليه. الرضا مهم للإنسان المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، كما أخبرنا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء حمد الله، وإن أصابته وشكر، وإن أصابته ضراء صبر. ف
فكان خيرا له. فالمؤمن يتقلب على خير في كل حال، ما على الإنسان إلا أن يكون عنده ثقة حسن ظن في الله سبحانه وتعالى، وصبر على ما هو فيه، ومع الصبر كثرة الدعاء يا صاحبة السؤال. الأستاذ سميرة في دوامة مع بنتها في مسألة الديون، وأنها راحت تشتري موبايل وبعد كده اتدينت وبعد كده عايزة تسدد بديون، وعملها تاخد تطلع من حاجة تخش في تانية. احنا لازم نبقى فايقين لولادنا اكتر من كده، وهي ما ينفعش تعمل وهي تحت امرتكم تصرف دون الرجوع اليكم. يعني الامر كان شويه محتاج شده من بدايه الامر، انها تروح تجيب تدين عشان تجيب موبايل بصفات معينه، عشان اغلب الشباب اللي بيطلعوا يتعايقوا على بعض شايله موبايل معرفش ايه وبتاع ايه، ويا ريتهم حتى بيستفيدوا. يعني أنا نفسي تطلع في حملة كده أو يعني مبادرة نتكلم فيها عن إن إحنا نقلل استعمال الأجهزة دي لخطورتها وتضيع وقتها وإفسادها لأعضاء الإنسان، إنه العصب والتركيز الزيادة والنظر وأشياء كثيرة. كم الاستفادة لازم يكون بحساب، لأن في أضرار من وراء هذه الأجهزة. وفي نفس الوقت إن الإنسان يوحي لنفسه في ديون عشان أروح أجيب محمول هتستعمله في إيه؟ وبالفئات العالية دي عشان إيه؟ والإنسان لازم يكون يعقل هذا الأمر. والأمر اللي أنا بقوله ده بقوله لولادي برضو، أنت هتستعمل ده في إيه وعشان إيه؟ عشان يبقى فاهم إنها مش لعبة، ومش لازم مع كل مواكبة للموضة الولاد تطلع بحاجات زي كده ويورطوا الآباء في ديون وهي ممكن تتسجن. الأمر كان يحتاج لقدر من الشدة منذ بداية الأمر، فنجتهد لسداد الورطات اللي حطيتكم فيها. والحاجة دي يبقى لازم يبقى فيه نوع من التأنيب أشبه بنوع من العقاب، ويبقى فيه تصرف فيه حزم شوية، مش إن أنا أنزل عشان أشتغل عشان أسد اللعب اللي هي بتعمله ده ومفاجأة ممكن تتسجن فيه. أنا بشتري الشيء هستفيد منه بإيه وفي إيه، ده شيء ضروري. انما احنا النهارده طلع موضه موبايل كله راح يجيب نفس بنستعملها استعمالات، يعني في ناس بتجيب فئات عاليه عشان بتستعملها في اعمال خاصه بيها، انما اغلب الشباب عشان يبوظوا عينيهم ويتعايقوا قدام بعض ويتفخروا قدام بعض، هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل. والاباء والامهات بيكافحوا، ما بقولش ان الكفاح في هذا الامر يسير، لكن موجود ولازم يبقى فيه كفاح. القعدات الطويلة على المحمول، ماسك ان انا اغير محمول عمال على بطال، واورط اهلي بهذه الصورة، والام تنزل 60 سنة تشتغل عشان تسد تمن محمول. لا، يبقى لابد من وقفة. احنا بنوجه الولاد ازاي، مستوعبينهم قد ايه، واللي عمالة تطلع من دين تخش في التاني من غير ما ترجع لابوها وامها. يعني الامر عايز شده، ولابد من مشاركه الوالد في الامر، مش عشان انه هيحصل حاجه. ايه الاجراءات اللي هناخدها عشان ردع هذه الفتاه والا تورط نفسها وحضراتكم معاها في مزيد من الديون؟ وبوجه لها رساله، الامور دي ممكن تقلب جد وتلاقي نفسها مقبوض عليها عشان ما سددتش الدين، وكم كبير من الغارمات بسبب ان الناس بتكلف نفسها فوق الطاقه، بتكلف نفسها فوق الطاقه. في ناس صحيح مش لاقيه، وفي ناس بتكلف نفسها فوق الطاقه لمجرد انه الناس تقول ده عنده ده كذا ده جهاز بنتي معرفش ايه، وبعد كده في النهايه نجد ان الناس ما سددتش هذه الحقوق ويتم حبسهم والقبض عليهم. يعني لا اعتقد انه ده صوره او وضع هترضاه او يرضاه اب او ام او يرضاه اي انسان على نفسه. نسال الله السلام. يسرى بتتكلم عن ان هي برضو في ابتلاءات متعددة، هي بتجتهد في شغلها لكن على طول في مشاكل، وعايزة دعاء التزم الأدعية بالذات. أنا قدر الطاقة بجمع من جوامع الكلم وبختم بيها نهاية الحلقة، وعلى أساس إن احنا نكررها أكتر من مرة، وبتبقى ساعات روح الواحد رايحة لمجموعة من الأدعية الجامعة. الدعاء الجامع بيبقى أدعية واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى مما ورد عن أهل الصلاح بنحاول دايما نذكر بيها حضراتكم في ختام الحلقة، لأنه الأدعية الجامعة بتبقى كلمات قليلة ذات معاني كثيرة شاملة. أنا بدعو الله سبحانه وتعالى شيء جميل، لكن برضو جاء الشرع الشريف بتنبهنا إلى تعهد أوقات الإجابة بكثرة الدعاء فيه، واليقين بالإجابة، اليقين بأن الله سبحانه وتعالى
سيجيب الدعاء. سيجيب الدعاء مش زي ما انا عايز، سيجيب الدعاء بما فيه خير للانسان. يبقى الانسان بيسلم، انا ادعو الله سبحانه وتعالى في السجود، ادعو الله لانه وارد في احاديث بعد الصلاه ادعو الله سبحانه وتعالى، في الجوف الاخير من الليل عقب الصلوات المكتوبات، ساعه الجمعه، دي اوقات الاجابه اللي حضت عليها ونبهت اليها السنه النبويه المطهره، فالانسان يركز فيها في الدعاء وهو بيدعي بحضور قلب. وعليك كذلك بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وجه النبي الكريم الصحابي الجليل اللي كان بيقضي بيذكر النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة، فقال له إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم فرجا ومخرجا. وفي الختام نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء، لكن لو معنا وقت ممكن. طيب الدعاء بتاع السنة الهجرية، حاضر غدا إن شاء الله تعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته نسألك. نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير نسألك. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.